مثلا الجولة السابعة يا أساتذة، أستاذ كيكي كاكي كاكي 2077، بدأ وزير جنب بيت الوزير، هات البيضة في بيضة ياكل، خلاص هات البيضة في بيضة ميت بيت دي ممنوعة، عاوز بيضة في بيضة، بيضة في بيضة، لا بيضة في بيضة، بيضة في بيضة، لا نعرف حصان عادي، بيضة في بيضة بياكل عادي، مشكلة الأكل يعني ليست المشكلة في الأكل. هنا لعب الحصان، هقول لك حصانك الجميل اللذيذ يكسر ياكل، ماشي دي حلوة، ايه اللي حلها يا استاذ؟ لو كان حصان في حصان بياكل بالبيضة ويبقى الفيل ده اتقفل عليه، ايه دي الفكرة؟ ولو كان بيضة في بيضة باكل حصان في حصان، وعملت بيادي ضعيفة على جناح الوزير، ايه بالك من الكلام ده؟ طبعا حصان في حصان تاكل بيدق في حصان، هياكل وزير في وزير، بتاكل بالرخ وانت شرط بالرخ على عمود الدين، يعني انت التكسير هيبقى في مصالح الابيض. حلو قوي، حصان في حصان موجوده دلوقتي، هات وزير هنا تاكل بيه، تاكل بالبيدق، تاكل بالبيدق حلوه، هنا الاضعاف اللي انت عملته اهو، بس مقابل بدأ معزول برضو موجود عندك على عمود الدين. ان العب نرجع نادي الفيل، حلو قوي نادي الفيل على الهادي، احمل البدأ بتاعي عشان احرر وزيري، عندي زقه، زقه دي حلوه على سجيب الحصان هنا واجيب في المربع الذهبي ده، عاوز طبعا يكسر، لو كسر حصان في حصان بيكون بالبيدق وفتحت عمود البحر، ده كلام، ده كلام جميل، ده كلام جميل، لازم تلعب نقل الوزير كويسه بقى، العب نقل الوزير هنا، العب نقل الوزير هنا ياكل، ياكل اي حاجه ياكل عادي، اكويت سنتر فكره من دي، انا بربط الشكل ببعضها، عندي بقى انا الحصان رحت من الخطوات، وعندي ارجع من الفيل عشان اشتغل على الوتر ده، وعندك العب الرخ مولي دي ماشي، طب رخ على المدرب ماشي، مبدئيا الفيل هنا اصبح ما ملوش قيمه، هتلعب نقله الفيل هنا بفكره، بفكره ان انت تيجي بالوزير تلعب على الافكار ديت او تضحيه فيل وما شابه يعني، خلي بالك من مفاجآت يا استاذ، خلي بالك من مفاجآت ماشي، مصلحة اكويت سنتر، اكويت سنتر وفتحت فايل الرخ، عاوز يفتح توت، توت توت ياكل بيدق في بيدق، العب الرخ بس ياكل بكش، ياكل بكشكش يا استاذ، هنا العب الوزير احمل البيدق بتاعي، نقله حلوه النقله دي، احمل البيدق بتاعي ياكل بيدق في بيدق، بيدق في بيدق، ما عنديش مشاكل، في نفس الوقت بامن الافكار ديت، خلي بالك من مفاجآت يا استاذ، طبعا نقلة زي كده نقلة انا بعتبرها هتبقى نقلة ضعيفة، بدأ في بدأ
نقرة ضعيفة لو عمل حاجة زي كده. عادي اسيب له بيدق، ممكن اسيب له البيدق ده في مقابل ان انا العب كتفين. فبيقول لي هات البيدق يا استاذ، كده كده هاخده، ما عندكش حاجه كده كده. لا احمي، احمل البيدق طالما انت طالبه، انا هحمل بيدق. محتاج احمي البيدق دي، ايه نروح الفيل بلا قويه وارجع تاني احمي كل حاجه، ارجع تاني احمي كل حاجه يا استاذ. الوزير بيرجع، ارجع تاني العب دي، هرجع بالرخ. ايه بالك من مفاجآت يا استاذ؟ اه بيقول لي كش طاش كش كش كش، مش لازم اكل بالرخ، وانا لازم اكل بالرخ، انا مش لازم اكل بالرخ دلوقتي. العب نقلة ايه؟ نقلة لازم العب نقلة حلوة، هدي هدي ده. العب ايه؟ هات هات صنف في فيل وصنف في بيدق وصنف في بيدق. اه غلبت في النقله دي؟ غلبت في النقله في بيدق، احلى حاجه صنف في بيدق. خلاص خدت فيل، بيست موف بيست موف. هات البيدق الاول، احمي باري ات ات. الفي بدأ بكشكش الاول، احمي بيدك عاوز متات هنا، انا عاوز متات هنا يا جدعان. العب دي ماشي، خليك في الرخ ماشي، شيت شيت مشيت ماشي، تلعب على الباطه شيت. جود بلاي جود بلاي يا استاذ، جود بلاي يا استاذ. لا امشي لا، كشكش الاول، نشوف الكش دي هتوديني فين، ارجع تاني عاوز ايه؟ عاوز الكش دي. الله عليك يا استاذ، الله عليك يا استاذ على النقله دي، دي لازم. مشيت عادي جدا، مشيت تاني روح بيدا، روح بيدا تاني. كشكش هات البيدا، مشيت بالملك. ازوقي بقى يا حاج، شيت شيت شيت. ده ايه؟ مفيش ميت ولا ايه؟ مفيش متات هنا. لا استنى، مفيش متات يا حاج، ارجع بالفلفل وخرب بيدك. شيت حميت، شيت حميت،
وزير، ملك وزير، ايه تفرق؟ قول لي يا استاذ كاك، كل التحيه والتقدير، كل التحيه والتقدير. ايه الدور ده يا استاذ؟ قول لي والله، تحياتي لحضرتك والله.